طبعاً أنا جيت من بيئة رياضية كاملة، أب وأعمام كلهم بالرياضة، كل واحد اختار الرياضة. عندي العم عادل الشطي الله يذكره بالخير، عمي عادل الشطي كان بطل في لعبة التنس الأرضي، والوالد حب الرياضة جداً، لكن لأسباب وأسباب إصابات اتجه إلى الإدارة، فصار إداري في لعبة التنس الأرضي، والعم بطل بالتنس الأرضي، فاختار الوالد اختار إنه نلعب اليوم لعبة الفردية هي التنس الأرضي. وطبعاً كأول ولد أول شاب للوالد الله يحفظه، كنت أبي أصير نفس أبوي، أروح الملعب، أروح النادي، أشوف عمي، أشوف أبوي، أستانس. أنا بلشت من عمري 5 سنين وأنا ألعب هذه الرياضة. لو تقول لي أو تسألوني شنو كانت حياتك، أنا أو إخواني دراسة رياضة بيت، ما كان في شيء ثاني. الرياضة خذتنا عن أي شيء ثاني، كنا اهتمامنا بالبطولات الجاية، بالسفرات الجاية، بالمعسكرات، شلون نحقق هذا، يعني خلينا نقول بيئة كاملة رياضية بالكامل. كما ذكرت أنا كنت بطل ولاعب منتخب تنس الأرضي، اتحاد الكويت تنس الأرضي، أنا وعمي وبعدين من بعدي إخواني 4 ما شاء الله كلنا لاعبين تنس أرضي، كل واحد بطل في فئة عمرية. هالشيء وايد يسألوني الناس فيه، أنا كنت في تنس أرضي وكنت بطل، هل اليوم صدفة إن واحد ورا واحد صار فينا بطل؟ لا، أكيد في سر، أكيد في قيادة، أكيد في بيئة، أكيد في منتاليتي. فأنا اليوم أكيد لازم أشكر الوالد الله يحفظه اللي خلانا نعتمد على نفسنا وتفكيرنا بالرياضة وشو نصير أبطال، وعطانا المنتاليتي أوف تشامبيون، وهذا الشيء ما يبسهولة ويبيله تدريب، يبيله ممارسة. والحمد لله يا رب تمكننا وحققنا إنجازات كبيرة في التنس الأرضي، ومن بعدها وقف التنس الأرضي بسبب إصابات كبيرة واتجهت إلى التدريب في التنس الأرضي. خلصنا من التنس الأرضي، أول ما شفنا البادل احنا من زمان، البادل مو كما أنتم عارفين حديثة بالكويت والخليج تقريبا، لكن ما حديثة بالعالم، هي لعبة قديمة مرت أجيال عليها، خلينا نقول 1970 بلشت الرياضة. إسبانيا تبنتها بالألفينات طبعا، وصار عندها أكبر أكاديميات وأقوى لاعبين، ولو شوف الحين مصنفين العالميين أغلبهم من إسبانيا. جت الرياضة الخليج قبل 5-6 سنين، سبقونا أهلنا قطر والإمارات ومرينا عليها ورحنا ولعبنا، ما خذيناها جد، حسبها لنا ميني تنس أو لعبة صغيرة مصغرة من التنس لأنها مشابهة جدا. جت الكويت انتهزت هذه الفرصة، شفت الإقبال، كان الله لا يعودها جائحة الكورونا، ممكن هذا الشيء خلينا نقول الله يعودها جائحة الكورونا عطى بوش لهذه الرياضة خيالي، لأن الناس كان فيها كبت، قاعدة بالبيوت مو تبي طاقة، تبي رياضة، فجت البادل وقتها، اتجهت للبادل، لعبنا، جربنا البادل، هذه ما نقول أول مرة جربناها، لكن جربناها مية الكويت، لعبنا، طبعاً أنا أخواني واللاعبين التنس اللي قاعد نشوفهم الحين كلهم أبطال، كل واحد اتخذ قرار، اللي يكمل الرياضة، اللي خذاها هواية، اللي دش فيها احتراف، وأنا اتخذ قراري هني إن أصير مدرب بناء على ما يتطلب اللاعب المحترف اللي هو اللياقة البدنية العالية، وأنا أدري شنو يتطلب اليوم كلاعب محترف، يتطلب منك والتزام، ما أقدر من الإصابات، الله لا يقول، يعني إصابات كثيرة وكبيرة ما خلتني أصير لاعب، واتجهت إلى التدريب. التنس الأرضي والفادل رياضتين جدا مشابهين لبعض، فيهم تشابه كبير، تمام. الفادل خلينا نقول شوي مصغر من التنس، وفيها من السكواش، خلينا نقول هذه الرياضتين اللي في الفادل تجمع بين هالرياضتين. التنس الأرضي في فئة الزوجي له، مو فئة الفردي، لأن التنس الأرضي تلعب روحك، لعبة فردية، لكن الفادل مو لعبة فردية، لعبة زوجية مشابهة للتنس الأرضي لما كنا نلعب زوجي، نفس طريقة الحسب، نفس النقاط تقريبا، لكن القوانين تختلف هنا. كما انتم شايفين ملعب او شيء اكبر من التنس، ملعب البادل مصغر اصغر 10x5، وحوالين الملعب في جام وجنب شبك، فشنو تختلف، هذا التشابه اللي يضيف لعبة السكواش،
ان اليوم انا اقدر التنس لطافتك الكره خلاص اني لا عندي جام يحميني، عندي ظهر اقدر اردها، اقدر اطقها بالجام مثل السكواش، فتجمع بينهم. ونيسا تعتبر تندرج تحت لعبات المضرب، وتعتبر لعبه البادل من اسهل رياضات المضرب من كذي الاغبال الشديد اللي صار عليها. تدريب التنس الارضي، تدريب البادل، طبعا احنا قلنا مشابهين، الرياضه متشابهه عفوا، لكن في اختلاف كبير داخل الملعب، لان الحين انت صقرت الملعب، حطيت جام، حطيت شبك، هذا مو اختلاف بسيط اليوم، مو اختلاف جدا مو بسيط، لازم تتعود عليه. في تشابه كبير باللياقه البدنيه، لان التنس من الرياضات وحتى البادل تحتاج النفس القصير، ما تحتاج النفس الكبير وايد، اوكي النفس الكبير عشان تطول بالمباريات فقط، لكن سرعه الانفجار والانطلاقه والحركه نفسها مقارب للتنس، تمام؟ فيها سادن موفمنت اكثر البادل، فيها حركه يعني اصابات الانكل شوي لازم يعني تاخذ الحذر وتلبس حذاء، تكرمون حذاء البادل. تدريب بالتنس، خلصنا من تنس عفوا، بالبادل في تغيير كبير اللي هو قلت لكم الملعب اصغر، فلازم شلون تعرف انت اليوم اللي حطيت اربع لاعبين بالملعب. بالتنس انا اقدر احط 20، يمكن 20 ياهل، انا اقول مو كبار، الصغار لا حدي اربعه بالبادل، لان الملعب صغير، شنو بتقدر تسوي؟ شنو تقدر تسوي؟ فهذا شيء لازم مارسناه عفوا وتدربنا عليه، وبعد الشهايد واللي تعلمناه عليه حولنا خبرتنا في تدريب التنس الارضي الى البادل. قلنا لعبة التنس الأرضي والبادل، الحين نتكلم عن اللي هو المضرب، مضرب التنس ومضرب البادل. خلينا نقول أول شيء كرة البادل وكرة التنس مشابهة بالنظر، صح؟ الكل يشوفها هذا نفس الكرة، لكن فيها اختلاف بالضغط واختلاف بالريباوند، لأن الكرة تحتاج يعني هي أرقام دقيقة بسيطة، مو جدا عالية، اختلاف بسيط لكن في اختلاف. أنا ما أقدر ألعب اليوم بادل كرة تنس أرضي، الارتداد مالها مو نفس ارتداد كرة البادل. هذا بالنسبة للكور. المضارب، مضرب التنس كما انتم شايفين أطول وأكبر وفي شبك بالنص. مضرب البادل خلينا نقول أصغر حجما، تمام؟ يعني شنو هذا راح يختلف عليك اختلاف كبير. السكواش والتنس مضرب كبير، البادل صغير، يعني وين عفوا شلون الطق أو الكرة لازم تكون يمك، يعني راح تختلف عليك، راح اول مره خلينا نقول بالكويتي راح تبوش وايد، عاد ما تاخذ ايدك على المضرب وطول المضرب وقياس المضرب. الوزن يختلف هني بالبادل، خلينا نقول الاوزان من 300 ل 350 60 70 جرام، والتنس فيه 290 فيه 300، يعني اثقل، يعني انا اقول لك اثقل. فالناس لازم تاخذ الحذر بعد ان العب مضرب ثقيل من البدايه، العب مضرب خفيف، يفرق، مو ما يفرق، يفرق باللعب. التنس الأرضي يتطلب لياقة أكثر من البادل. التنس الأرضي ملعب وايد أكبر وبروحك، لعبة البادل أصغر واثنين بالملعب، فليش اليوم لاعبين التنس الأرضي لما يجون البادل يستانسون وعندهم ما شاء الله مميزات وعلى طول يبرزون؟ لأنه وايد أصغر، لياقتهم ما شاء الله وايد عالية، فلما يجون البادل لعبهم يكون وايد ممتاز وعلى طول يبرزون. الشيء اللي يختلف شوي اللي هو السدم موفمنتس شوي أكثر من التنس، لأن في جام حركة لازم تلف بسرعة، الأنكل لازم يلف بسرعة، سرعة استيعاب الرياكشن الريفلكسز شوي ممكن تكون أسرع، لأن أصغر قدنا في الملعب وأربع بالملعب،